مشاهدينا دعونا نذهب إلى موضوع آخر. تتذكرون زيارة الرئيس الأمريكي لبريطانيا الشهر الفائت عندما ظهر هذا البالون الذي يصور بشكل ساخر الرئيس دونالد ترامب على هيئة طفل يرتدي حفاظ وتظهر تعابير الغرور والمزاجية على وجهه، وجاء إطلاق البالون ضمن الاحتجاج على زيارة الرئيس الأمريكي حينها إلى بريطانيا. كان عمدة مدينة لندن صديق خان قد سمح بتحليق هذا البالون، بالون ترامب الطفل، فوق مقر البرلمان الذي نظم فكرته مجموعة من الشباب وجمعوا تبرعات بلغت نحو 18 ألف جنيه استرليني لشراء ذلك البالون. يبدو أن هناك مجموعة أخرى من البريطانيين لم تعجبهم فكرة بالون ترامب، فقرروا جمع تبرعات أو نحو 60 ألف جنيه استرليني لتنفيذ مشروع بالون آخر. هذا البالون الآخر بطله نراه غدا محلقا في سماء لندن، بالون عملاق على هيئة عمدة لندن صديق خان، وقد ارتدى زي سباحة أصفر اللون زاهي من قطعتين ليحلق فوق مقر البرلمان البريطاني، ذلك احتجاجا على سياسات خان بخصوص ارتفاع الجريمة في العاصمة، وأيضا احتجاجا على قرار عمدة لندن السماح بتحليق بالون الطفل ترامب كما ذكر منظمو الحملة. اتهمه ياني بريور القائم على حملة بالون خان بتغليب مواقفه وعداوته الشخصية على حساب المصلحة البريطانية. الرئيس الأمريكي مقرب من المملكة المتحدة خاصة في هذا الوقت، كان يجب التعامل مع هذا الموضوع باحترام أكبر. أعتقد لو أنه كان بالونا للرئيس أوباما لما سمحوا به، فأنا لا أوافق على حرية التعبير الانتقائية. بالون كما رأيناه لابسا البكيني الأصفر، وهو بمثابة رد على منع العمدة، حملة دعائية كانت قد انتشرت في القطارات في العاصمة لندن تظهر جسد امرأة بلباس البحر، وكان خان قد تعهد بحظر الإعلانات التي تروج لصور الأجساد العارية أو شبه العارية غير الصحية وغير الواقعية كما قال خلال حملته الانتخابية. منظمو هذه الحملة، حملة بالون خان، اعتقدوا أن العمدة سوف يغضب، سوف يعترض على تحليق البالون، إلا أنه فاجأهم بقراره عندما أجاب قائلا. صديق خان يقول: إذا كان هناك أشخاص يريدون قضاء يوم السبت وهم ينظرون إلي مرتديا البكيني الأصفر فأنا أرحب بذلك، ولكن لا أعتقد أن اللون الأصفر هو لوني المفضل. طبعا يتكلم مازحا. أما التغريدات فقد رحبت بقرار صديق خان وسخرت من المنظمين. غرد نيل هاريس يقول: أراهن أن المنظمين لم يعجبهم الحصول على إذن لأن ذلك يدحض نظريتهم أنه لا يوجد حرية تعبير بعد اليوم. أنا متأكد من أن خان يتقبل الانتقاد. وغرد إيوين جونز يقول: إلى الأشخاص وراء هذا البالون الجميل لصديق خان، أتمنى لكم يوما سعيدا وعذرا لأنكم لن تحصلوا على ما رغبتم به من هذه الحملة. غردت إيفلين تكتب: لا أفهم الكراهية ضد صديق خان أو صديق خان. رأيت مبادرات ممتازة منه ومخططات الإسكان وركوب الحافلات المجانية، والآن نوافر المياه وردا أنيقا جدا على البالون الخاص به. غرد حساب العلامة لا تصلح للاستخدام ساين نوت نيوز يقول: إنه سوء تقدير هائل من جانبهم بعد الموافقة على بالون ترامب لا يستطيع قول لا، فهو شخص يؤمن فعلا بحرية التعبير، بالإضافة فإن قبوله لفكرة أو للفكرة فهي بمثابة حملة دعائية له قدمت على طبق من ذهب.